لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من شبكة شام مازن الشامي. مازن أهلا بك، وماذا عن ماذا من لديك من تفاصيل عن المدرسة التي استهدفتها قوات النظام؟ نعم، في يوم من أشرس الأيام التي مرت على حي جبر الغوطة الشرقية، منذ قليل طائرات الميج ارتكبت نزلة في مدينة دوما، راح ضحيتها 5 شهداء. طبعا الغارات استهدفت مدرسة للأطفال، لدينا أكثر من 30 جريح معظمهم بحالة خطرة. يعني اليوم الغارات كانت عنيفة ليس على دوما، يعني خلال نصف ساعة كان لدينا 6 غارات جوية أيضا على حي جبر، وخاصة الغارات استهدفت يعني جبهة المناشر. النظام الآن يحاول اقتحام حي جبر من 3 محاور، إلى الآن الثوار يتصدرون لأي محاولة اقتحام. أكثر من 15 قتيل من كتائب النظام منذ قليل سقطوا جراء هذه الاشتباكات. أيضا اليوم أو في خبر عاجل من طريق مطار دمشق الدولي، تصدى الثوار منذ قليل لكتائب نشطة التي كانت تحاول اقتحام قرية البياض الملاصقة لبلدة شبعة على طريق مطار دمشق الدولي. تم تكبيد كتائب نشطة خسائر كبيرة هناك حتى اللحظة. نعم. طيب ماذا عن الريف الدمشقي بشكل عام؟ يعني هل تتركز الاستهدافات فقط في دوما وجوبر مثلا؟ إضافة لجبهات دوما وجوبر، الجبهة الجنوبية للغوطة أيضا تشهد تصعيد عسكري منذ الصباح وحتى اللحظة. كتاب الأسد تقصف بالدبابات المدفعية الثقيلة، أيضا بغداد زبدين وبالا ودابع عصافير. طبعا هذا كله بالتزامن مع اشتباكات على جبهة بالا ومزارع زبدين. أيضا اليوم انضمت جبهة جديدة للواجهة وهي جبهة جامع عصافير وحشدة التركمان. استطاع الثوار في الجبهة الجنوبية من صد محاولة تقدم النظام. طيب ماذا عن القلمون؟ في القلمون تحديدا في مدينة يبرود حصل انفجار مساء أمس لسيارة مفخخة تابعة لميليشيات حزب الله، انفجرت السيارة في أول مدينة يبرود من جهة منطقة السحر. نعم، شكرا لك من شبكة شام من دمشق، تحديدا مازن الشامي.